خلاص تمام. طيب بسم الله كده. المرة اللي فاتت كنا عملنا سكيب لجزء من الشابتر، وقلنا هنرجع له ان شاء الله فيما بعد، ودلوقتي بنرجع له. وهو ايه بقى؟ اثناء التريننج يا شباب هرجع تاني واقف عند حتة مهمة قوي. احنا لما اخذنا اول الجوريزم مثلا على سبيل المثال اللي هي اللينير ريجريشن، تمام، كان التعلم بتاعنا بيكون ايه؟ عبارة عن ايه؟ عبارة عن ان انا عندي معادلة واي، كويس، ممكن معلش نقولها W في X زائد B. بقولها W ليه؟ لان الدارج هنا ان هو في بعض المراجع اللي هو بيستخدموه ك W، يعني بدل A بيبقى W. طبعا الـ A ده او الـ W هما الاثنين بيمثلوا السلوب بتاع الخط المستقيم اللي هو بيبريزنت الداتا بتاعتنا، صح؟ برجع واقول تاني، باكد معاكم ان اللي بيكون جيفن معايا ايه؟ اللي بيكون جيفن معايا الاكس والواي. دولت جيفن فين؟ موجودين في الداتا ست، صح ولا غلط؟ طيب ايه هو الحاجه الليرنبل، الحاجات اللي بيتم تعلمها؟ قال لك اللي بيتم تعلمه هو الدبليو والبي. طيب كيف يتم التعلم؟ حد فاكر ازاي بيتم التعلم القيم ديت؟ في البدايه زي ما قلت المره اللي فاتت، الدبليو والبي بيحصل لهم راندوم، حد فاكر؟ راندوم انيشياليزيشن، صح ولا ايه؟ صح يا شباب. تمام. وبعدين ركزوا بقى، عشان في تركه صغيره كده معظمنا ممكن يقع فيها ما ياخدش باله منه. لو انا جيت قلت لك ان الدبليو الراندوملي انيشاليزد بتنضرب في اكس، كويس، وبتنجمع على بي، ركز بقى في الحته اللي جايه دي، وتجيب واي داش مثلا. طيب واي داش دي بيتم مقارنتها بواي، اني واي، اي واي، واي ايه؟ تست ما حد موافق الباشمهندسه في الرأي؟ الواي predicted شو هو الموديل هيطلع واي بريدكت وبعد كده اروح اقارنها بالواي تيست عشان اطلع الايرور. طيب فكروا شوية يا جماعة. هو يا دكتور السؤال تاني؟ السؤال ان انا اثناء الليرنينج او تريننج، انا قيمة الدبليو والبي دولت ترينابل، يعني هما دول بيتم تعلم قيمهم الصحيحة او مش الصحيحة، الاوبتيمال فاليوز للدبليو والبي دول بيتم تعلمهم من الداتا سيت بتاعتي. فانا بقول اثناء ما انا بترين الموديل بيكون معايا الاكس، بضربه في البدايه خالص في الدبليو اللي هو راندوملي انيشاليزد، واجمعه على البي اللي هي برضه راندوملي انيشاليزد، فيديني واي داش. فواي داش دي انا هقارنها بواي نقط، اي واي. بالواي ترين الله يفتح عليك، بالواي ترين، مظبوط صح. ليه يا جماعه؟ انا قلت يا جماعه انا دلوقتي بدرب الموديل، ما قلتش ان انا بقيم الموديل، ما قلتش ان انا بختبر الموديل خالص دلوقتي. انا اثناء التدريب بحسب الايرور. الايرور ده بتاع ايه؟ ها؟ الايرور ده بتاع التريننج، اثناء التريننج اللي هو الفرق. طبعا بيبقى ليه بعض طبعا احنا قلنا المره اللي فاتت ان في حاجه اسمها لوز فانكشن اللي هي معادله حساب الايرور. في كذا لوز فانكشن على فكره بتستخدم، يعني في كذا طريقه لحساب الايرور او اللوز، تمام؟ فهو عباره عن معادله بالكور بتاعها بيقيس الفرق ما بين الواي الحقيقي اللي هو موجود معايا في الترين والواي داش اللي طالع اثناء الترين من حاصل ضرب الدبليو اللي هو راندوملي انيشاليزد في الاول في الاكس زائد البي اللي هو برضه راندوملي انيشاليزد. دي في اول مره. بعد كده يا شباب ايه اللي بيحصل؟ ركزوا بقى في الحته اللي جايه دي عشان هي دي الجديده بقى. اللي بيحصل ان اكوردنج لللوز فانكشن اللي طالعه دي او الايرور اللي طالع ده، في الجوريزم اسمها اوبتمايزر، او هي التصنيف بتاعها ممكن نسميها اوبتمايزيشن الجوريزم، تمام. وظيفتها ان هي تبدا تشوف، ركز بقى ركزوا قوي، معدل التغير في الدبليو
المناسب لمقدار الايرور اللي طالع. تاني، وظيفة الاوبتمايزيشن الجوريزم اللي هي تشوف معدل التغير المطلوب اللي هو المفروض يحصل في ال W عشان يخلي قيمة الايرور اقل ما يمكن. كلامي واضح ولا لا؟ ايوه كفكرة. واضح. طيب ايه بقى الالجوريزم ديت؟ قال لك الالجوريزم ديت هي الجراديان ديسنت. الجراديان ديسنت دي عبارة عن ايه؟ الجراديان ديسنت دي لو انا جيت اصورها لك بمثال يوضح لك الفكرة شوية، ممكن اقول لك اعتبر ان احنا عندنا قمة جبل، خلاص قمة جبل هنا او هنا، وانت عايز توصل للمكان ده البوينت دي اللي هي اكثر الاماكن انخفاضا في الجبل. طيب انت بتقول المثال ده ليه وايه فائدته؟ هقول لك ان اعتبر ان المثال ده بيعبر عن الايرور، وقيمته في بداية الليرنينج بتكون عند قمة الجبل، وعايزين في نهاية الليرنينج يكون عند أكثر نقطة انخفاضا في الجبل اللي هي النقطة اللي يكاد يكون فيها الايرور أقل ما يمكن، أو أنت وصلت لتعلم قريب من الأوبتيمال سوليوشن، قريب من الأوبتيمال كيس. تمام؟ طيب هتقول لي ما الموضوع سهل، أنا هنا تمام وعايز اوصل هنا، تمام كده ولا ايه؟ ما انا اروح على طول. اقول لك لا، انا قلت لك ان البروبلم دي بيمثلوها بحد على قمه جبل وعايز ينزل على اكثر نقطه انخفاضا في هذا الجبل، بس للاسف الراجل اللي واقف هنا ده بلايندد. عارفين يعني ايه بلايندد؟ ها يعني ايه مش بلايند؟ أعمى. بالظبط، ما هوش عارف هو ازاي يوصل، يعني هو لو شايف المكان فين ما يروح له على طول، يعني لو شايف القيمه اللي هتخلي الايرور زيرو تقريبا هيروح لها على طول، انما هو لا، ما هو بلايندد ما يعرفش، وبالتالي بيبدا ايه؟ بيبدا يجرب واحده واحده. خلاص شباب احنا يعني لو انا عايز انحدر من هنا لهنا، مش المفروض لو معايا مقدار ميل معين اقدر استخدم الميل ده عشان انتقل من نقطة لنقطة على هذا الخط المائل؟ طيب أي جميل، مش أخذنا زمان ان في حاجة اسمها المشتقة الاولى بالنسبة مثلا لمتغير معين وليكن اكس او اي حاجة، مش المشتقة الاولى دي كانت بتعبر عن ميل الخط، هي صح كده؟ طيب اذا انا صح. لو قدرت اشتق، ركزوا بقى، اشتق اجيب مشتقة المعادلة بتاعة الايرور او بتاعة اللوز، مش ممكن من خلالها اقدر اشوف الدلتا دبليو اللي المفروض اعملها عشان انتقل من نقطة فيها ايرور كبير لنقطة فيها ايرور اقل؟ ممكن. أيوة. تاني، انا عايز اقيس مدى تغير، مدى التغير اللي المفروض اعمله في الدبليو، الدبليو دي طبعا اللي هي في المعادلة W اكس زائد بي عشان ما حدش يتوه، ايه هو مقدار التغير اللي انا طبعا انا هبدا اغير في الدبليو والبي اكوردنج للايرور اللي طالع اثناء الليرنينج، صح؟ ما انا بداتها راندوم وهبدا اغير فيها، اعمل لها تيونينج لحد ما اوصل لافضل قيمه، صح كده؟ طيب يا ترى لما اشتق، مش انا هقدر كده لو اشتقيت المعادله بتاعه الايرور اقدر اوصل لافضل قيمه للدبليو عشان اوصل لاقل نسبة خطأ؟ تمام يا شباب، واضحة الرؤية شوية؟ الماثيماتيكال ايكويشنز بيهايند الموضوع ده سهلة جدا على فكرة، ممكن لما نوصل لو في وقت ان شاء الله في الديب ليرنينج نقول ناخد مثال بالارقام كمان. في الديب ليرنينج الموضوع بيبقى واضح اكتر من كده بكتير، يعني في تفاصيل يمكن ان شاء الله الوقت يسعفنا ان احنا نقولها اكتر من كده كمان. فالخلاصه في الموضوع ان انا ببدا زي ما قلت لكم كده بمقدار معين او بقيمه معينه للايرور، وببدا احاول كل شويه اغير من قيمه الويتس بحيث ان انا اوصل للايرور، بأوصل بالايرور لاقل قيمه ممكنه وعندها بستوب. طيب بعرف منين ان انا استوب؟ وانا يا شباب لو المشتق لو
لا، لو الخط بدأ ما يبقاش فيه ميل، مشتقة أي قيمة ثابتة إيه؟ صفر. 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 يبقى لما أوصل إن أنا المشتقة بتاعتي تكون قريبة من الصفر، هي دي اللي هتبقى نقطة النهاية بتاعتي. يبقى هتنيني أمشي لحد ما تكاد تكون مشتقة الخط أو ميل الخط أو مشتقة المعادلة بتاعت الإيرور بالنسبة للمتغير اللي أنا بأبديت فيه تكاد تكون صفر، خلاص هستوب هنا. ويخلي بالكم لو الكيرف ده مثلا هو قيمة الدبليو اللي هتتغير، تمام؟ وانا لو انا هنا تمام وعايز اوصل لهنا، يا ترى قيمة الدبليو هتزيد ولا تقل؟ تاني من الرسمة اللي قدامنا دي، لو بالظبط يبقى المفروض ان انا ازود قيمة للدبليو. طب لو انا في الاساس بادئ من هنا وعايز اوصل كده، يبقى قيمة الدبليو هتزيد ولا تقل؟ هنا هتقل. في هتتقل. معادلة دلوقتي مكتوبة اللي هي اهي، تعال نوصل لها اهي، هي دي المعادلة. دي بتقول ايه؟ ركزوا ارجوكم في كل نقطة في المعادلة. دبليو كي زائد واحد يعني دبليو الجديدة، دبليو الجاية، دبليو الابديتد، مالها؟ بتساوي دبليو قبل الابديت اللي هي الدبليو الحالية، خلاص، ماينس البارامتر ده بيسموه ليرنينج ريت، هقول لكم معناه دلوقتي ايه، مضروب في المشتقه اللي انا قلت لكم عليها اللي هي مشتقه الاف. الاف دي هي اللوس فانكشن، تمام، بالنسبه للدبليو، تمام. يبقى دي المشتقه الاولى اللي انا كلمتكم عنها. طب سؤال بقى، مش المشتقه دي هي الميل، صح ولا ايه؟ مش انا اتفقنا ان ايوه دكتور. المشتقه هي الميل؟ طب الخط بتاعي لو الكيرف نازل لو عامل كده، الميل هيكون موجب ولا سالب؟ سالب. طيب المعادلة فيها سالب ولا موجب؟ سالب. طب لما سالب ينطرح من سالب يبقى ايه؟ فكده بزود الكيف يبقى كده موجب. بتزود، وده اللي باين في الكيرف زي ما انتم شايفين. يبقى فعلا قيمة الدبليو لو كانت هنا عند الايرور الكبير ده، المفروض اوصل لقيمة الدبليو اللي هنا عند اقل ايرور. ولو كان العكس، لو انا الايرور بتاعي بادي هنا، تمام، يبقى ميل الخط ده هيكون موجب، وفي الحالة دي هيكون المعادلة فعلا طرح. واضح الكلام يا شباب ولا لا؟ يبقى الجراديان ديسنت اجمالا بقى هي عباره عن اوبتمايزيشن الجوريزم، هي المستخدمه فين؟ في عمليه حساب الابديت اللي هيتم في الويت في الدبليو بتاع المعادله علشان اوصل للاوبتيمال سوليوشن. في بارامتر واحد بس لسه ما قلناهوش، الا وهو ايه بقى؟ الستيب، الخطوه اللي انا بمشي بيها، يا ترى تكون الستيب بتاعتي كبيره قوي بالشكل ده ولا صغيره قوي بالشكل ده، بحيث ان انا ايه يعني ايه كل ستيب تكون يعني ايه مقدار الازاحه صغير جدا. ايه رايكم؟ قالك مبدئيا كده، ركز معايا كده، لو انا بادئ من هنا وبليرنينج ستيب كبير شويه، تمام، وعايز اوصل للنقطه اللي في النص دي، لو الليرنينج ستيب بتاعتي كبيره لدرجه ان هي ممكن تتخطى الاوبتيمال سوليوشن او الايه او النقطه اللي فيها المينيمم ايرور، وفي نفس الوقت لو الليرنينج ستيب بتاعتي صغيره قوي، هوصل للنقطه اللي انا عايزها بس بعد وقت طويل. عشان كده بيقول لك ايه بقى، المفروض الليرنينج ريت او الليرنينج ستيب بتاعتك تكون متوسطه، ولا كبيره قوي ولا هي صغيره قوي. لو كبيره قوي ممكن يسكيب بعض السوليوشنز الاوبتيمال، ولو كبيره قوي، اقصد انا مش عارف اقول كبيره ولا صغيره، لو كبيره هيسكيب بعض السوليوشنز، تمام، ولو صغيره قوي اي نعم هيوصل للاوبتيمال سوليوشن بس للاسف هياخد وقت طويل. حد فاهم حاجه؟ تمام. طيب عشان بس يبقى المعلومه كامله، الجراديان ديسن ديت تعتبر من اول الاوبتمايزيشن الجوريزمز اللي ظهرت. بعد كده حصل شويه تطوير، وبعد كده حصل ظهور بعض الالجوريزمز المتطوره من الجراديان ديسنت، وهي في منها اصلا انواع نتكلم عنها، ولكن في اوبتمايزيشن الجوريزم هنوصل في يوم من الايام في الديب ليرنينج ان احنا هنستخدمها اسمها ادم اوبتمايزر. دي تعتبر ابديت فيرجن او ابديتد فيرجن من الجراديان ديست، بس بيؤدي نفس الوظيفه بس بطريقه اكفأ شويه. وفي كذا اوبتمايزر تانيين هنبقى برضو تقريبا في الديب ليرنينج نمر عليهم ان شاء الله. يبقى نرجع تاني للمعادله اهو،
ال W الجديد بيساوي ال W القديم ماينس الليرنينج ريت مضروب في مشتقة الايرور اللي احنا اتفقنا عليه. بيسموا طبعا الطريقة دي بيسموها النيجاتيف جراديانت دايركشن. طبعا زي ما انتم شايفين كده المفروض ان المعادلة ان احنا بنبدأ بالايرور قيمة كبيرة ونبدأ نشتق ونقل بالايرور لحد ما نوصل للاوبتيمال سوليوشن اللي هو في النقطة دي. وهي تعتبر يعني which is the fastest descent direction of the current position، يعني هو أسرع طريق للوصول للأوبتيمال سوليوشن. طبعا الليرنينج ريت قلنا الهدف منه ايه، طبعا ده مقدار التشينج اللي بيحصل في الويت عشان اوصل للاوبتيمال سوليوشن. طيب في حاجه اسمها كونفرجنس. ايه بقى الكونفرجنس ده بقى؟ قال لك الكونفرجنس ان انا اوصل للنهايه، نهايه الموضوع بتاع الاوبتمايزيشن بالجراديان ديسنت. ايه بقى؟ ايه النهايه بتاعت الموضوع؟ قال لك حاجه من اتنين، قال لك the value of the objective function changes very little or reaches the maximum number of iterations. ايه الكلام ده معناه ايه؟ قال لك عندك احتمال من اتنين، اما ان انت توصل لان المشتقه بتاعت الايرور تكون خلاص صغيره جدا اللي انا قلت لكم عليها تكاد تكون صفر. طبعا عندما توصل بالصفر المشتقه بتبقى بصفر اساسا، ما تكون قصدي ثابته بتبقى المشتقه بتاعتها بصفر، اذا هي دي المنطقه اللي انا خلاص ما عادش فيه اقل من كده، او ان الماكسيمم نمبر اوف اتريشنز يخلص. يعني ايه يا شباب؟ يعني مثلا خلي بالك عمليه التعلم دي لما نشتغل في الديب ليرنينج هتبقى اوضح في الجزئيه دي، ان يعني انت بتعملها اتريشنز. ممكن انا مثلا اعمل 100 اتريشن. يعني 100 اتريشن يعني اكرر عمليه التعلم 100 مره، يعني ادرب الموديل على الداتا سيت بتاعتي 100 مره، كل مره بيتم ايه ان الريزلتس بتكون افضل، النتائج بتكون احسن، بتقرب من اوبتيمال سوليوشن اكتر. خلاص طيب ماذا لو ما وصلتش للمنطقه اللي هي فيها الايرور اقل ما يمكن وعدد الايتريشنز خلص؟ عامله زي ما تكون بتدور جوه اري على عنصر والفور لوب خلصت وانت ما لقيتش العنصر، يبقى العنصر اكيد مش موجود. فاهمني؟ او ممكن عدد الايتريشنز اللي انت محدده قليل مثلا، ان البروبلم بتاعتك صعبه شويه ومحتاجه وقت طويل في الكونفرجنس بتاعها بحيث ان هو يلحق يوصل في العدد ده من الايتريشنز للاوبتيمال سوليوشن. يا رب يكون الكلام واضح. ها تمام ولا ايه؟ الناس نايمة؟ طيب لا تمام. في شوية مصطلحات كده عايزين نفرق ما بينهم. في مصطلح اسمه بارامتر وفي مصطلح اسمه هايبر بارامتر. دول موجودين في الليرنينج عموما. لما اجي اقول لك ده بارامتر ولا ده هايبر بارامتر، ايه بقى الفرق ما بينهم؟ قال لك بص لو انت خدت بالك في المعادلة بتاعتنا مثلا عندنا الواي يساوي دبليو في اكس زائد بي، ايه من دول بتعلمه اثناء الليرنينج؟ الدبليو والبي، بي دولت بارامترز ليرنبل صح؟ دولت بقى بيسموهم بارامترز. تمام؟ طيب حاجة مثلا زي اللي احنا قلناها من شوية الليرنينج ريت. طب الليرنينج ريت ده هل يتم تعلمه ولا بيستخدم يعني بيتحط مانيوال عن طريق الديفلوبر او اللي هو اللي هو الماشين ليرنينج انجينير؟ لا هو عباره عن حاجه جايه بالاكسبيرينس، الناس جربت ليرنينج ريت مختلفه تمام ولقيت ان ده افضل ليرنينج ريت مثلا. وطبعا الليرنينج ريت ممكن يتغير من طبيعه داتا لداتا تانيه، يعني في الداتا الصور بيبقى ليرنينج ريت معين وفي الداتا النيوميريكال بيبقى ليه قيم معينه. اذا الليرنينج ريت حاجه مش ليرنبل، امال ايه؟ دي حاجه بالاكسبيرينس كده ممكن نوصل لها. يبقى في حاجه اسمها هايبر بارامترز دي عباره عن متغيرات غير قابله للتعلم، امال بنحط قيمها بناء على ايه؟ قال لك بالخبره بالاكسبيرينس بالتجربه. واضح الكلام؟ الجزئيه ديت فيها كلام كتير بس انا مش عايز منك غير الحته دي بس. يبقى البارامترز اوتوماتيكالي ليرنت باي مودلز، يعني بيتم تعلمها. طب الهايبر بارامترز ار مانيوالي ست، يعني انت اللي بتبدا تحطها وتجرب وتحط وتجرب لحد ما الاكسبيرينس او الخبره بتاعتك من خلال تجارب كتير توصلك ان افضل قيمه ليها كذا. واحنا شغالين ان شاء الله في الالجوريزمز المختلفه هيمر علينا كذا هايبر بارامتر هنتكلم فيه، فانا مش عايز اخش في الايه في التفاصيل بتاعت ده لانها يعني ما لهاش قيمه دلوقتي معانا.
عايز اشرح بقى جزئيه مهمه وبتاثر جدا في اداء المودلز ومشهوره جدا في الشغل العملي، وهي حاجه اسمها كروس فاليديشن. ايه هو بقى الكروس فاليديشن ده؟ قال لك بص، احنا كنا زمان بنقول ان الداتا سيت بتتقسم كام جزء؟ ها؟ جزئين صح؟ التست وترين والترين. قال لك في الحقيقه بقى هي بتتقسم 3 اجزاء، جزء ترين كويس، واثناء الترين في جزء المفروض يبقى اسمه فاليديشن. معلش بقى الماوس مش احسن حاجه. ها، ايه بقى الفاليديشن ده؟ مش احنا قلنا من شويه واحنا بنشرح الاوبتمايزيشن ان احنا المفروض بنحسب نسبه الايرور اثناء الليرنينج، تمام، وبناء عليه بنبدا نتحرك. طيب ممكن وانت بتليرن تقيم الليرنينج وهو شغال؟ عمليه تقييم الموديل وهو بيترين دي اسمها فاليديشن. يبقى خلي بالك في عندي جزء من الداتا المفروض ان انا بدرب بيه الموديل، بدخله كانبوت وابدا اشوف الايرور، تمام، وفي جزء ان انا بختبر كل شويه كل فتره مدى قوه التعلم اللي انا وصلت ليه عن طريق حاجه اسمها فاليديشن. وخلي بالك التيست دي على جنب، التيست مش داخله في القصه دي خالص، تمام. طيب هنا بقى جت مشكله. ايه بقى المشكله؟ ممكن الجزء اللي انت بتفاليديت بيه لا يعبر عن بقيه الداتا. طب الحل ايه؟ قال لك عشان يبقى الفاليديشن سليم وتقدر تقول ان هو فعلا يعني فير، قال لك هنعمل حاجه حلوه قوي. قال لك ايه؟ قال لك بص كده، ولا بلاش دي، خلينا احنا نعملها. هناخد الجزء بتاع الترين ماشي، ونقسمه لكي فولدز، بيسموها الطريقه دي كي فولد كروس فاليديشن. الكي ده رقم يعتبر هايبر بارامتر الدارج فيه او الكومن فيه ان هو بيبقى 10، فتلاقي مثلا يقول لك ايه 10 فولد كروس فاليديشن. طب ايه قصه ال 10 دي، بيعمل ايه بقى؟ قال لك بص يا سيدي، الداتا بتاعت الترين دي انا اقسمها 10 اجزاء، واحد اثنين نقط نقط لحد 10. طب كويس، وبعدين بتعمل ايه؟ قال لك انا هبدا اعمل موضوع التريننج 10 مرات، هكرر التريننج 10 مرات برضه. ليه؟ قال لك مش انت قسمت الداتا بتاعت الترين ل 10 اجزاء وسميتهم 10 فولد يعني تكيب 10؟ قلت له اه. قال لك خلاص، انا في كل مره هاخد 9 من ال 10 دول اعمل بيهم ترين كويس، واحجز واحد لايه؟ للفاليديشن كويس. طب وبعدين ايه اللي هيحصل؟ قال لك المره الثانيه هغير اللي كان محجوز للفاليديشن، مثلا بدل ما كان اول مره ده بتاع الفاليديشن والتسعه التانيين ترين، هعكس واخلي ده الفاليديشن والتسعه التانيين الترين. وبعد كده رقم 3 يبقى الفاليديشن في المره الثالثه والباقيين ترين. بعد كده رقم 4 يبقى الفاليديشن والباقي ترين. اذا انا كل مره بحجز فولد من ال 10 فولدز للفاليديشن، تمام، والتسعه الباقيين للترين، وبكرر عمليه التعلم او عمليه التريننج بعدد الفولدز بتاعتي، بحيث ان انا في عدد المرات دولت اكون استخدمت كل ال10 اجزاء في الفاليديشن وكمان كل الاجزاء في التريننج. طب وبعدين اعمل ايه؟ قال لك كل مره هتحسب الاكيورسي خلاص. طب هيبقى عندك كام اكيورسي؟ 10. جمع كل الاكيورسيز دي واقسمهم على 10 يديك متوسط الاكيورسي. طب كل ده ليه؟ قال لك عشان الفاليديشن يبقى فير. يعني ايه فير؟ يعني ما يبقاش انت مثلا عملت فاليديشن على جزء من الداتا يكون لا يعبر عن الديستريبيوشن بتاعت الداتا، ممكن يكون نصيبك جه في جزء مثلا معظمه تبع كلاس معين. فلما اعمل بالتين فولد او كي فولد كروس فاليديشن تكنيك، يبقى انا متاكد ان الفاليديشن تم على كل الاحتمالات بتاعت الداتا بتاعتي. حد فاهم حاجه؟ فهنا بيقول لك اهوت الكروس فاليديشن، بيبقى عندك الداتا سيت طبعا بتتقسم لتيست وترين، وبعد كده بياخد الجزء بتاع الترين يقسمه لعدد كي فولدز، وكل مره بياخد فولد من عدد الفولدز اللي عندك يبقى فاليديشن والباقي تريننج، وبيبدل الجزء بتاع الفاليديشن على كل التريننج داتا
ويكرر بعدد المرات بتاعه الفولدس، ويبقى يحسب متوسط الاكيورسي في المرات دي كلها. طبعا عقب لك كده وفي الاخر وقال لك ان الكي ده يعتبر هايبر بارامتر، لانه هو حاجه انت بتيجي من الاكسبيرينس يعني. ده الجزء اللي احنا كنا عملنا له سكيب امبارح، وكنا بدانا في الجزء ده واتكلمنا عن انواع الماشين ليرنينج الجوريزمز سواء سوبرفايز ولا ان سوبرفايز، وكنا شرحنا اول مره وطبقنا عملي اللينير ريجريشن، وامبارح اخذنا اللوجيستيك ريجريشن از ا كلاسيفيكيشن الجوريزم. النهارده بنزل باذن الله هناخد الديسيشن تري والسبورت فيكتور ماشين از ا كلاسيفيكيشن الجوريزمز، ونطبقهم على الداتا سيت بتاعتنا ان شاء الله. طيب حابب بس يعني اعمل مراجعه سريعه كده عن اللي احنا قلناه في اللينير ريجريشن واللوجيستيك، وبعد كده نبدا في التو الجوريزمز الجداد ونطبقهم عملي، وكده يبقى خلاص الجزء بتاع النهارده. اللينير ريجريشن زي ما اتكلمنا قبل كده هو عباره عن ايه؟ عباره عن ان انا عندي داتا عباره عن اكس وواي، وعندي الاكس طبعا ليه احتمالات ان هو ممكن يكون عدد معين من الفيتشرز. فانا درسنا اول احتمال اللي احنا طبقناه عملي لما يكون عدد الفيتشرز بواحد، تمام؟ فبالتالي عندي اكس واحده واي، دي طبعا يعني قليله ما بيحصل ان يحصل تريننج على فيتشرز عددهم واحد، وبالتالي يعني عملنا ريليشن شيب بتوين الاكس اند واي في صوره خط مستقيم بيعبر عن الداتا، والخط ده طبعا اثناء التريننج بيمر بمراحل كتير لحد ما نوصل لافضل خط بيعبر عن الداتا دي والعلاقه ما بينها. وقلنا ان ممكن يكون عدد الفيتشرز وده اكيد طبعا اكتر من واحد، وبالتالي هيبدا يبقى شكل الموديل بتاعي بيتغير على حسب عدد الفيتشرز اللي موجوده عندي. الشيب هيكون محطوط في دايمنشن اعلى كل ما عدد الفيتشرز بتاعتي بيزيد. طبعا احنا امبارح اخذنا لما عندي فيتشر واحده بس في الاكس عشان اقدر افيجواليز ده واوريك واقرب لك الصوره وتبقى فاهم الدنيا ماشيه ازاي، لكن في الحقيقه ان المفروض عدد الفيتشرز بيكون كتير عشان يبقى التدريب او الليرنينج قوي. وبالتالي احنا بسطنا الموضوع قدر الامكان، ولكن في الواقع العملي بيبقى عدد الفيتشرز كتيره جدا ومن الصعب ان احنا نفيجواليز كل الفيتشر دي، ولكن اخذنا حاجه بسيطه عشان نقدر نريبريزنت ده قدامنا ونشوفه بنفسنا. في اي مشكله حتى الان؟ وبعد كده طبعا احنا قلنا ان في الهايبوسيس او الافتراض بتاعنا او المعادله اللي احنا بنوصل لها، وفي طبعا معادله اساسيه المفروض تبقى موجوده، وفي طبعا نسبه ايرور بتبقى موجوده ما بين المعادله الاساسيه والمعادله اللي احنا بنوصل لها اثناء تدريب الموديل. وقلنا طبعا ان اي الجوريزم بنستخدمها لازم يكون ليها لوز فانكشن او ايرور فانكشن بيتم من خلالها حساب الفرق ما بين الاوتبوت اللي طالع والاوتبوت الحقيقي، تمام؟ عشان نشوف نسبه الخطا قد ايه، وهي دي اللوز فانكشن اللي احنا بنستخدمها عشان نقوم الموديل بتاعنا فيما بعد. بعد كده قلنا ايه؟ مش شرط يكون الموديل بتاعي او الداتا، اسف، الداتا بتاعتي العلاقه فيها علاقه خطيه، لا مش شرط خالص. ممكن تكون العلاقه بتاعتي غير خطيه، يعني ممكن يكون الداتا او العلاقه بتاعت الداتا اللي موجوده مثلا تمثل في معادله من الدرجه الثانيه او الثالثه او الرابعه او اي ديجري. فبيقول لك ان اللينير ريجريشن ليه اكستنشن كده اللي انت ودي هنحاول نطبقها، ما كانش النهارده يبقى بكره ان شاء الله، اللي هي البولينوميال ريجريشن. ايه البولينوميال؟ لما يكون عندي الداتا بتاعتي ممكن اعبر عنها او المفروض اعبر عنها او الادق ان انا اعبر عنها بمعادله من الدرجه الثانيه او الثالثه او الرابعه، وهحاول اوريكم النهارده ان شاء الله ازاي لو غيرنا المعادله من معادله خط مستقيم لدرجه ثانيه وثالثه ورابعه ايه التغير بتاع الكيرف ومدى قربه او بعده من البوينتس بتاعت الداتا سيت. فده طبعا احتمال وارد، مش كل الداتا العلاقه فيها بتكون لينير. وطبعا قال لك ان في حاجه اسمها، طبعا دي اتكلمنا عنها امبارح، حاجه اسمها ريجولاريزيشن. والريجولاريزيشن دي عباره عن تكنيك بيستخدم عشان اقلل نسبه حدوث اوفر فيتنج في الموديل عندي، وهي عباره عن ان انا بضيف للمعادله بتاعه اللوز
ترم زياده، الترم ده بضيفه يعني ككلمه للليرنينج، ان هو ما يوصلش لليفل، ان هو ممكن من خلال الليفل اللي وصله من الليرنينج ده يبقى نسميه اوفر فيتد. تمام؟ وفي طريقتين، طريقه اسمها الريدج ريجريشن، ودي بيضيف بارامتر دبليو تربيع مضروب في لامدا، وفي طريقه اسمها اليسو ريجريشن بيضيف لامدا في دبليو وزود من غير ما يكون في تربيع. هي عباره عن طرق بتستخدم علشان نقلل احتماليه الوصول للاوفر فيتنج. طيب بعد كده اتكلمنا عن اللوجيستيك ريجريشن كاول الجوريزم تعتبر كلاسيفيكيشن موديل تستخدم في حل البروبلمز اللي من نوع كلاسيفيكيشن، وقلنا ما هي الا تطور من معادله الخط المستقيم عن طريق ان انا طبقت داله اللوغاريتم عليها. لو لاحظنا ان الاكسبوننشال مرفوع لاس دبليو في اكس زائد بي اللي هي طبعا معادله الخط المستقيم بتاعنا، فلما طبقنا اللوغاريتم على معادله الخط المستقيم ادانا الكيرف بهذا الشكل اللي هو طبعا بيبقى قريب من شكل الداتا في على حسب طبيعه الداتا في الكلاسيفيكيشن اللي هي بتبقى تو كلاسز او تو كاتيجوريز، وبيبدا يفصل ما بين الكاتيجوريز ديت بثري شولد فاليو معينه، كل البوينتس اللي اعلى منها بتبقى تبع كلاس واللي اسفل منها تبع الكلاس الاخر. وزي ما قلنا ان احنا عندنا في الكلاسيفيكيشن عندنا نوعين من البروبلمز، ممكن تلاقيها مش البروبلم بتاعتك باينري كلاسيفيكيشن، وممكن تلاقيها مالتي كلاس. قلنا الفرق ما بين الاثنين ايه؟ عدد الكلاسز اللي موجوده في الوار. يعني مثلا الداتا سيت اللي احنا اشتغلنا عليها امبارح اللي هي السوشيال نتورك ادز، كان الواي احتمالاته كام وكام؟ احتمالاته 0 و1، كده كام احتمال؟ 2. اذا ده باينري كلاسيفيكيشن بروبلم. طيب ماذا لو عدد الكلاسز اكتر من 2؟ لو ب3 حتى، ده يعتبر مالتي كلاس كلاسيفيكيشن بروبلم. مينلي اللوجيستيك ريجريشن بتشتغل على الباينري، لو حبيت تشغلها على مالتي كلاس بيبقى فيها تعديل شويه عن اللي موجود ده. طيب المعادله الاساسيه بتاعت اللوجيستيك ريجريشن قايمه ايه؟ قايمه على حاجه اسمها كونديشنال بروبابيليتي. تمام؟ يعني ايه كونديشنال بروبابيليتي؟ اللي هي الاحتماليه المشروطه. يعني ايه احتماليه مشروطه؟ يعني هو بيقول لك ايه هي احتماليه، ركز بقى، ان الاوتبوت واي يكون بيساوي زيرو، الشرطه اللي هي الوقفه دي كده معناها with given x. طب هو مين x يا جماعه؟ x ده الانبوت فيتشرز. يعني بيقول لك لو معايا مجموعه فيتشرز x، ايه احتماليه ان الاوتبوت المناظر للاكس دي يكون زيرو؟ والمعادله دي بتحسب الاحتماليه دي. طيب في المناظر في الوجه الاخر، يعني لو ايه احتماليه ان وانا معايا الفيتشرز اكس يكون الاوتبوت الواي بتاعي بيساوي واحد؟ ودي المعادله اللي بتحسب ده. طبعا البروبابيلتي بتاعت الاثنين بتساوي واحد، واحد فيهم اكبر من الثاني يبقى هو الديسيجن النهائي. يبقى انا بشوف احتماليه انتماء النقطه اكس، تمام، او الفيتشرز اكس للاوتبوت زيرو، واحتماليه انتمائها للاوتبوت واحد according طبعا للمعادله دي، اللي هي لو انت اخدت بالك هي عباره عن معادله في الدبليو اكس زائد بي بس مرفوعه اكسبوننشال. تمام؟ طبعا لما جيت اتكلم عن اللوس